تحياتي لحضراتكم من جديد، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم وغدا. في فقرتنا الحواريه النهارده هنتكلم ونكمل موضوعنا في الحديث عن معاناه اللاجئين ومأساة المهاجرين العرب طبعا اللي بتنتج عن الصراعات المسلحه القائمه في وطننا العربي. هنتكلم اكتر عن اهم المحاور الموجوده في الموضوع المهم ده مع ضيفي سعيد عبد الحافظ الخبير الحقوقيه. لكن قبل الفقره الحواريه خلونا نستعرض مع حضراتكم اهم اخبارنا النهارده. قناه تايم سبورت تبدا بثها استعدادا لاذاعه مباريات كاس الامم الافريقيه. منذ دقائق يعني انطلقت قناه تايم سبورت والتي تذاع على نسختها الارضيه مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وكذلك التغطية المميزة للبطولة سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر من أفضل عناصر العمل الإعلامي الرياضي، ويضم فريق عمل قناة تايم سبورت كوكبة من النجوم. صرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضية، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية، ومضيفا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية في تطوير المحتوى الرياضي المقدم عبر التلفزيون المصري. نتابع معكم هذا التقرير التالي وهذه الصور الحصرية الإكسترا نيوز لكواليس وأيضا لآخر التفاصيل الخاصة بقناة تايم سبورت. هذا البرنامج يأتيكم برعاية الكورة. الكرة هي الرياضة الفريدة اللي بيتفق عليها العالم كله بدون منازع، من شرقه لغربه بنعشق الكرة بكل تفاصيلها، قلبنا بيدق مع كل شوط، بنقف مع كل هدف. شجع بلدك على تايم سبورت، بنلون الملعب بالأعلام وبنهز الأرض بصوتنا. الكرة رياضة مش عادية، نجومها موهوبين بلمسة منهم قادرين يشعلوا الملعب حماس. ملحمة في 90 دقيقة مليانة مشاعر ولحظات فارقة بتتحفر في الذاكرة، تحديات وعقبات بتصنع أبطال. شجع بلدك على تايم سبورتس. المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب. الكرة كواليسها أهم ما فيها. الكرة لغة وإحنا هنا عندنا مفردات اللغة دي، واللي يفهم تفاصيلها ويلعبها صح لازم يكون عنده خبرة. هنحكي ونفتكر ونعيش معاك كل التاريخ. في الاستوديو التحليلي المباراة بتبدأ هنا قبل الملعب، والأحداث ما بتنتهيش مع صفارة الحكم. الصورة واضحة، المعلومة بتتبسط، والرسالة بتوصلك من غير قيود. في تايم سبورتس. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك. شجع بلدك على تايم سبورتس. ارتباطا بالموضوع نفسه، وصلت منافس توزيع بطاقات وتذاكر مشجعي كأس الأمم الأفريقية 2019 عملها اليوم وفقا للمواعيد الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث تبدأ من 10 صباحا حتى 4 عصرا ومن 8 مساء حتى 1 صباحا. احنا صورنا تقرير لمزيد من التفاصيل عن أحد تلك المنافذ، واستعرضنا فيه الجهود اللي بتتم لتسهيل عملية تسليم بطاقات المشجعين والتذاكر للمواطنين. خلينا نروح ونتابع التقرير ونرجع لحضراتكم من تاني. تذكرتي عالم جديد تدخله الرياضة المصرية في مجال تذاكر المباريات تحكمه التكنولوجيا الحديثة، ويقف بالمرصاد لسماسرة السوق السوداء وسرقة التذاكر التي ظهرت خلال الأونة الأخيرة على الساحة الرياضية. الموضوع ده ليه مزايا كتير، ان هو اهم ميزتين احنا بنستفيد بيهم هنا في مصر، ان هو بيتاكد من الشخص اللي داخل التذكره واللي داخل الاستاد ده مين هو بالظبط وايه تاريخه. تاني حاجه ان هو بيمنع موضوع السوق السوداء خالص. احنا هنا المنفذ، احنا هنا مجرد بنسلم الاي دي وبنسلم التيكت بس، ما بنستلمش اي فلوس، ما لناش علاقه باي حجز، احنا هنا مجرد منفذ تسليم بس. شركه تذكرتي هي الشركه المسؤوله عن تنظيم وتشغيل نظام توزيع تذاكر بطوله كاس الامم الافريقيه 2019
والتي ستستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال الحصول على بطاقة المشجع وحجز التذاكر من خلال الاتصال بالإنترنت. احنا عاملين الخيام دي، يعني دي لأول مرة برضو، دي خيام مكيفة كلها. الخيمة بتتكون من الشباب اللي هما نازلة علشان شغالة معانا. عندنا فوق 35 الستيشن عشان نسهل لو في فلو عالي او في كده بنسهل الموضوع. عندنا زي ما انت شايفة هنا عندنا ويتنج اريا للناس عشان تقعد فيها. متوقعين ان الفلو يبقى عالي وعاملين حسابنا على ده. يعني بنجهز قبل ما من بدري علشان نقدر نتعامل مع البروسيس كلها. نحاول نخلي البروسيس سهلة على الناس، وهي بتاخد الفان اي ديز بتاعتها وهي بتستلم التيكتس. بنحاول نخليها في اسرع وقت واسهل طريقة، علشان طبعا احنا الوقت اللي احنا بنوزع فيه تيكتس ده في رمضان، فالجو حر والناس ما عندهاش وقت كتير ان هي تنزل وتجيب تيكتس، فنحاول نخلي لهم الموضوع سهل. حظى تطبيق تذكرتي الذي يحمل اسم الشركة منذ إطلاقه بإشادة كبيرة، لاسيما وأن الإجراءات الخاصة بالحصول على تذاكر البطولة تتم بطريقة سهلة وسرعة كبيرة، وتعبر عن الطفرة الهائلة في توصيل التذاكر للمشجعين. كما حظيت كذلك منافذ توزيع تذاكر البطولة بالمحافظات المستضيفة إقبالا كبيرا من قبل محب الساحرة المستديرة. احنا كنا بنعاني زمان انه التذاكر مش موجودة، بتتباع في سوق سودا بأسعار أضعاف ثمنها جدا. ده الموضوع منظم قوي، سهل جدا، كل واحد بياخد تذكرته وعارف مكانه من قبل ما بيدخل. انا شايف طبعا ان طريقة الدفع اونلاين دي حاجة مميزة جدا لمصر، يعني عشان يعني اسهل لكل الناس، ممكن اي حد يدفع من بيته وخلاص بدل ما ينزل ويقف طابور وبتاع. فانا شايف ان هي طبعا حاجه ايجابيه جدا من تذكرتي.com. تتوقع طبعا في الاول ان هي هتبقى صعبه لانها حاجه على الانترنت وبتاع، وان طبعا مش ضامن ان انت هتدخل بقى فيزا ومش عارف ايه والكلام ده، فطبعا بيبقى في سنه قلق كده. بس طبعا الموضوع مش يعني مش بالصعوبه دي، الموضوع سهل كتير عن ما الناس متخيله، و يعني ما واجهتش اي صعوبه غير بس في حاجات بسيطه جدا لو الصوره ولا مش عارف ايه الكلام ده، ودي حاجات مش يعني حاجات سنوية تعتبر ان انت تقلق منها. يعني شركة تذكرتي حرصت كذلك على وضع ضوابط لبيع تذاكر البطولة، بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها وذلك بعد شرائها، مؤكدة أنه إذا تم التحقق من وجود تذكرة ووجد مع الشخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية. وبحسب متابعينا فإن النظام الجديد في حصول الجماهير على تذاكر أمم أفريقيا يعد خطوة مبشرة للغاية بتقديم بطولة هي الأفضل والأقوى تنظيما في تاريخ القارة السمراء، كما يؤكد أن مصر دائما رائدة في القارة الأفريقية في كافة المجالات. زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم في التقرير اللي فات ان في فوائد كتيرة وعديدة للحجز الالكتروني للتذاكر، وطبعا ده من اهم الفوائد دي القضاء على السوق السوداء والاشخاص اللي بيكسبوا من التذاكر، وطبعا ان الظاهرة دي لازم في مصر تختفي بشكل كبير ونبقى زي العالم، نبعد عن اي شخص طبعا عايز يبيع التذاكر باعلى من قيمتها، وفي النهايه بتروح لشركات او بنوك او مصالح. احنا فتحنا سيستم او فتحنا النظام لجموع الشعب المصري بتمن التذكره الحقيقيه، وكمان سهوله ويسر الحجز للتذكره دي. طبعا كانت شركه تذكرتي حضرت من نقل ملكيه تذاكر بطوله الامم الافريقيه لعام 2019 بعد شرائها الى مشجع اخر، وقالت الشركه انه غير مسموح باي حال من الاحوال، علما بانه اذا تم التحقق من التذكره ووجدت مع الشخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءله القانونيه، وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء. طبعا التطوير لم يقتصر على القنوات، وانما امتد مشاهدينا للتطبيقات الالكترونيه، حيث الاستعداد لتحميل المحتوى الدرامي من خلال المكتبه الرقميه واتشد بدات كمنصه للتلفزيون المصري، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئه الوطنيه للاعلام، والذي جاء في اطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم انتاجه سابقا او حاليا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقميه. منصه واتشد مشفره مملوكه للدوله لحمايه تراثها وحقوق اي منتج
يريد أو أي منتج يريد التعاقد معها فالمنصة متاحة للجميع وترحب بكل المنتجين الذين يريدون إذاعة أعمالهم عبرها. طيب دعونا يعني نعرف المزيد من الأهمية لهذا القرار وهذا البروتوكول على وضع الدراما المصرية وخاصة هذا البروتوكول ما بين التلفزيون المصري ومنصة ووتشت مع المخرج الكبير شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام. أستاذ شكري تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي ليكي كل سنة وانتم طيبين والمشاهدين طيبين. وحضرتك بألف خير وسعادة. يعني الاستفادة من تطبيق ووتشت في حماية حقوق التلفزيون المصري في تراثه الدرامي. أولا أنا عايز أطمن كل الشعب العربي إن مسديره قلعة الإعلام العربي. طبعا لما يحصل توقيع بروتوكول مع ووتش والتلفزيون المصري معناه إن هذه المنصة ستكون منصة للأعمال الدرامية التي أنتجت والبرامج التي أنتجت في التلفزيون المصري على مدار من أول سنة 60 حتى الآن. وده يدينا شعور واطمئنان أن التراث مسديره بخير، وقد تم وضع هذا التراث على الوسائل الإلكترونية الحديثة منذ عام 2004 وإحنا بنعمل في هذا المشروع مشروع المحافظة على تراث مسدير. بعد كده لما نقول أن الإعلام الإلكتروني هو الإعلام القادم، حضرتك عارفة أن الشباب كله دلوقتي بيشاهد، وخلينا نتكلم بشكل حقيقة واقعة أنه بيشاهد المسلسلات والأعمال كلها عن طريق اليوتيوب. صحيح، عن طريق هذه المنصة. فده يفيدنا في إيه بقى إعلاميا؟ أولا أن الثقافة العربية ستشمل أن الجيل الجديد دلوقتي ما يعرفش أعمال مسديره السابقة اللي هي أنتجت في السبعينات والثمانينات والتسعينات التي كانت تحتل المركز الأول، هيبتدي يعرف تراث مسديره، هيبتدي يعرف الثقافة اللي شكلت وجدان الثقافة العربية. كلنا تربينا على مسلسلات وبرامج التلفزيون المصري. هنا الشباب ده أنا بعتبره إن ده هيبقى عنده انتماء قومي للدولة للوطن، لأن كل الأعمال اللي عملها مسديره لا يخجل أبدا منها حتى الآن. ودي ما خجلش أنا أقعد مع أسرتي ونشاهد التلفزيون المصري. يعني أثر الخطوة دي في عودة ريادة مسبيرو مرة تانية؟ أنا أتوقع أن تعود ريادة مسبيرو بقوة بعد هذا الاتفاق مع هذه المنصة، وخاصة أن هذه المنصة بتحمل وبتدعو، وإحنا كمان بندعو معاكي وبندعو كل المنتجين، منتجين دول أولاد مسبيرو، منتجين كلهم اللي على الساحة دلوقتي، منتجين الأعمال الدرامية كلهم أولاد مسبيرو ونشأوا وتربوا على انهم شراكه مع قطاع الانتاج باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري. احنا بندعوهم ان كلهم اي حد يخش هذه المنصه وهذه المنصه اصبحت منصه التلفزيون المصري مع الشركه المتحده للاعلام. استاذ شكري انت حضرتك عارف طبعا لسنوات طويله كان مسبيرو والتراث العظيم بتاعه كان عرضة للنهب والسرقة بشكل كبير. طيب فرض رسوم بسيطة مقابل مشاهدة هذا التراث العظيم واستخدامه في تطوير مسبيرو، أهمية الخطوة دي؟ أهمية الخطوة دي تعالي أقول لك إن القناة الأولى التي يشاهدها المشاهد دلوقتي في رمضان هي مسبيرو زمان. مسبيرو زمان دلوقتي هي اللي بتحافظ على تراث مسبيرو. وعايز اقول لك ان احنا لا يمكن، اولا في اشاعات كتير بتقول ان احنا بعنا تراث مسبيرو، لا احنا لا يمكن نفرط في تراث مسبيرو، لا يمكن نفرط في ترددات التي تملكها مسبيرو، كلها احنا محافظين عليها وحراس عليها. هي الوطنيه للاعلام بديل اتحاد الاذاعه والتلفزيون محافظ على هذا التراث بشكل قوي، وده هيمنع العبث من اي حد يتفرج على اليوتيوب بياخد اعمال مسبيرو. دلوقتي خلاص اعمال مسبيرو بقت مقننه، اللي هيشترك في هذه المنصه هو اللي هيشوف اعمال مسبيرو. يعني هتنتهي بقى. انا كنت برضو زي حضرتك كده وزي اي مشاهد
بخش على اليوتيوب واكتب مثلا اغنيه اهلا بالعيد للصفاء بالصعود، الاقي الاغنيه بتاعتي كلها نازله بدون تترات. ابقى متضايق جدا. مسلسل محمد رسول الله الاقيه نازل لا مش بتاع حد، انما دلوقتي لما ينزل التلفزيون المصري التوثيق صحيح والمخرج كذا والمؤلف كذا، هذا توثيق لاعمال مسبيرو، سيستفيد منها مسبيرو، سيستفيد منها المشاهد المصري والعربي بشكل عام. المخرج الكبير الأستاذ شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المشاركة والتفاصيل. وعلى نفس هذا الأمر مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل أستاذنا حمدي الكنيسي، أول نقيب الإعلاميين والإذاعي الكبير والإعلامي أيضا. أستاذ حمدي، يعني تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك يا آية. أهلا وسهلا بحضرتك. منصة طبعا ورشد مملوكة للدولة بعكس ما يشيع أهل الشر والجماعات المضللة. طبعا كيف ترى حضرتك دعوة جميع المنتجين في مصر بالتعاون مع المنصة؟ هم مبدئيا أنت زي ما بتقول يا آية بيشيعوا، أن ده عملية يعني فرصة لهم يحاولوا أي هجوم يعملوه، فهم طبعا منهم القراصنه اللي كانوا بياخدوا كل الاعمال ويبيعوها ودون اي احترام لحقوق الملكيه الفكريه ولا اي احترام لتراث مسبيرو العظيم. فطبيعي ومعروف من وراء معظم هذه المواقع. فكنت دلوقتي يبقى في قصه بهذا الشكل وبتتعامل بشكل محترم وبتحترم حقوق الملكيه الفكريه وبتحترم المصادر اي عمل بتذيعه، انا شايف ان ده شيء جيد جدا، وانا اتمنى ان الجميع يرحبوا بهذه الخطوه، لان احنا كمسبيرو وكهيئه وطنيه للاعلام، وكان الاستاذ شكر كان لسه بيتكلم حالا، يعني حريصين كل الحرص طبعا على تراثنا العظيم اللي هو شكل الاعلام المصري على مدى عشرات السنين، واللي اعطى الرياده الاعلاميه لمصر على مدى عشرات السنين. صحيح. فلدينا من التراث والحمد لله ما يسمح لنا باننا نستثمره من يعني جوانب الاستثمار ما يتم الان من خلال هذا الموقع مع الواتشات، لان طبعا احنا لنا فيه نسبه جيده جدا من الدخل بتاع القناه او من اقصد المنصه، وايضا ده هيشجع على مزيد من الانجاز. وشوف يعني الحقوق الملكيه يمكن اللي اشار اليه شكري، ان ببساطه شديده بتنشر اعمال وتذاع دون اي اشاره لاصحابها ودون اي حوار معاهم ودون صحيح. نهائي. فانا شايف ان ده عمليه يعني لها فوائد يعني متضاعفه ماديا وادبيا ومعنويا. هل سيكون العائد الايجابي يعني استاذ حمدي فقط على الجانب الدرامي، ام انه ربما يكون انتعاش جديد للاعلام المصري من خلال عوده مسبيرو مره اخرى وتاريخ مسبيرو العظيم والتعريف به للاجيال بشكل عام؟ ده سؤال مهم جدا، يعني لان المفروض ان ده يعني لن يكون محصورا داخل الدراما بشكل محدد، لان في اعمال اخرى كثيره يعني تستحق ذلك. وانا بتخيل وليكن هذا يعني يمكن تسبق به انت الاخرين، ان زي ما في واتش ات هير ات او ليسن تو ات، يبقى حاجه على البرامج الاذاعيه ايضا، لان في من البرامج الاذاعيه باصوات عمالقه العقاد وطه حسين وانيس منصور والى اخر الاجيال التي اعطت الكثير، ايضا لدينا تراث هائل. فيا ريت الذين يتحركوا وقدموا لنا واتشت يقدموا الجانب الاخر الخاص بالعمل المسموع او الاذاعي. فانا شايف ان دي خطوه منطقيه، خطوه عمليه، خطوه تحترم الحقوق، خطوه تحترم عقول المشاهد اولا، لان انت عارفه ان فرصه للناس يشوفوا الاعمال دون يعني ان تحاصرهم الاعلانات كما نعلم جميعا وتصدمهم. فدي ميزه اخرى، يعني حتى دي حق مكتسب، وانا اعتقد ان كثير من اصحاب الاعمال الفنيه كانوا بينزعجوا الى جانب ضياع حقهم في الملكيه الفكريه ايضا في تشويه اعمالهم الدراميه.
أستاذنا الكبير أستاذ حمدي الكنيسي أول نقيب الإعلاميين والإذاعي الكبير، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمعلومات. ننتقل لملحمة من نوع خاص وهو محور رود الفرج الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف مايو الجاري، والذي يتضمن كوبري تحيا مصر، والذي يعد أعرض كوبري معلق في العالم، وهو ما تسبب في إدراكه بموسوعة جنس للأرقام القياسية. ومحور رود الفرج طبعا من أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة والتي تم تنفيذها في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب أهميته الكبيرة وفائدته للمواطنين المصريين بتقليل الفترة الزمنية للتنقل من منطقة لأخرى، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد في الوقود، وكمان أكيد هيخفف الضغط بشكل كبير على قلب القاهرة. نشوف مزيد من التفاصيل مع حضراتكم في سياق التقرير التالي. اليوم افتتاح محور رود الفرج. كفايه بقى كل شويه تقولي مشروع وكوبري وطرق. هو انت فين يا حازم؟ انا عايزك بس تهدى كده، انا ساعه ونص ساعتين ان شاء الله اكون عندك. ليه كل دي ساعتين ليه؟ انا دلوقتي بالظبط في ميدان السواح واحنا الساعه 3، طبعا انت عارف الطرق عامله ازاي. بص يا معلم، انا دلوقتي عند شارع 3 الجبل، بعد كده هطلع على كوبري القبه، من كوبري القبه هطلع على غمره، من غمره هطلع على كوبري اكتوبر، من كوبري اكتوبر هروح على 15 مايو، بعد كده بقى المحور بقى عليه خير. يا ابني الطرق زحمه جدا، انت بتتكلم في ايه؟ بس انت ما تعرفوش ان انت مش محتاج تمشي كل الطرق دي عشان تجيب، انت ممكن دلوقتي تبقى عندي في 40 دقيقه بالظبط، يعني اقل من نص الوقت تقريبا. طب ازاي يا ابني هتربي العربيه في الجو؟ ما تبص على الجي بي اس. بص يا سيدي، انت هتبص الناحيه الثانيه في شارع 3 الاسماعيليه، ايوه كانك رايح على شبرا بالظبط، هتلاقي طلعه كوبري جديده. عارفها اللي بقالهم 3 سنين بيعملوا فيها دي. اهدى عليا بس عشان شكلك وحش قوي دلوقتي. بص يا سيدي، انت ما تطلع الطلعه دي هتلاقي طريق جديد اسمه محور رود الفرج، هتنزل منه على طريق اسكندريه الصحراوي عند مدخل اكتوبر، ومن مدخل اكتوبر على ميدان جوين على طول. يا ابني انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ لو انت بتقول ده صح الاصابه كلها عندي. يلا عشان الحق بقى، سلام. بابا هو ايه الكوبري اللي هناك ده؟ دي يا حبيبتي لوحه موسوعه جينيس. يعني ايه يا بابا؟ اللوحه دي بياخدها الاشخاص اللي عملوا انجازات كبيره قوي وحققوا ارقام كبيره، كمان المشروعات اللي مفيش زيها. اشمعنى على الكوبري ده؟ علشان الكوبري ده مفيش زيه في العالم يا جاسمين. هو ليه؟ انا عايز اعرف. لا دي حدوته كبيره قوي يا جاسمين. ماليش دعوه، انا عايز اعرف. الحدوته بدات من 3 سنين ونص. قبل ذلك اليوم كان الانتقال من شرق القاهرة الكبرى إلى غربها أو العكس يستغرق في ساعات الذروة ساعتين أو أكثر، وكانت مشاهد الازدحام والتكدس المروري هي الغالبة على طريق الكورنيش والدائري والكباري العابرة بين جانبي نهر النيل ومحور 26 من يوليو. لكن الأمر ما كان يمكن أن يستمر بهذا الوضع، لأن هناك من يفكر في مستقبل هذا الوطن. معاناة كتبت لها النهاية بمشروع محور رود الفرج الجديد الذي انطلقت أعمال إنشائه في نهاية عام 2015. ذلك المشهد كان لأول معدة وضعت عجلاتها على أرض منطقة المظلات بشبرا في أكتوبر من عام 2015، إيذانا ببدء تنفيذ واحد من أضخم وأهم مشروعات الطرق في مصر، مشروع محور رود الفرج. وقتها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي توجيهاته بسرعة إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، لما يمثله من أهمية كبرى لكونه شرياناً هاماً
لربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولا إلى مطروح والعلمين، وذلك دون المرور بقلب القاهرة. كما يعد محور رود الفرج أيضا جزءا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط. لكن لماذا يعد هذا المشروع إنجازا بكل المقاييس؟ عدة أرقام هامة تحمل إجابة هذا السؤال. أولا، لأن مدة تنفيذ أعمال الكبر الفعلية استغرقت 3 سنوات، في حين أنها عمليا ونظريا ووفقا لتجارب الدول الأخرى كانت تحتاج لأكثر من 10 سنوات، إلا أن أيادي 4000 مهندس وفني وعامل مصري استطاعوا إنجازه في هذه المدة الزمنية بجهد وعرق مصري خالص. طول المحور ككل بالنسبة لاختصارات المسافات واختصارات الوقت هو رقم قياسي جدا، 22 كيلومتر، ده شيء كويس جدا، بيقلل لي الوقت وبيقلل لي الجهد اللي انا ببذله عشان خاطر اوصل للبوابات بتاعه الصحراء. يعني هو اعجاز اقرب ما يكون الى الانجاز، لان هو تم في فتره زمنيه لا تتجاوز 4 سنين بحجم عمل كبير جدا، اشترك فيه الاف المهندسين والفنيين والمصريين، عماله وطنيه، شركات مصريه. يبدا طريق محور رود الفرج من شارع ترعه الاسماعيليه مرورا بمنطقه شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائري في اتجاه الاسكندريه الصحراوي الكيلو 39 مرورا بنهر النيل، كما يمر في شارع دولتيان بشبرا للربط مع محور الفنجري وشارع سعد سليم وترعه الاسماعيليه للمتجه من الشرق الى اتجاه الدائري، ويبلغ اجمالي طول هذه المرحله من المحور حوالي 17 كيلومتر في الاتجاهين، ويشمل محور رود الفرج 8 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 منازل ومطالع أخرى للربط مع الطريق الدائري، ويربط ما بين مناطق مصر الجديدة ومدينة مصر وشبرا، يربطهم دايركت بالطريق الدائري ثم بالطريق الصحراوي مصر اسكندرية. يعني للسكان شرق القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي موجودة في الجهة الشرقية من القاهرة عشان يعبر النيل ويتجه إلى مناطق زي اسكندرية أو وادي النطرون أو خلافه، كان لازم إن هو يستخدم الطريق الدائري أو محور 26 يوليو، ما كانش في بديل تاني. فالنهاردة محور رود الفرج هو بديل، وبديل أسرع، وبديل بسيولة مرورية أفضل، وبالتالي يبقى أنا عندي هنا فرصة إن أنا أجد تخفيف للأحمال والكثافات المرورية عن مدينة زي مدينة القاهرة اللي مكتظة بالسكان والازدحام المروري لا يتوقف فيها. وعلى قدر التحدي كان الإنجاز في بناء كوبري تحيا مصر كجزء من المحور فوق نهر النيل دليلا على كفاءة ومهارة السواعد التي عملت في هذا المشروع، والذي تقدر قيمة مرحلته الثانية بنحو 4 مليارات جنيه، وهي أيضا تكلفة أقل من المستويات العالمية. بقول لك يا إيهاب، عمر فندم، أنا بس عايز أسمع الحضور دلوقتي، لو إحنا قلنا نعمل المشروعات ديت وقلنا نبدأ الكلام ده دلوقتي، تمام، تكلفنا كام؟ لا يا فندم هنضرب في 3. أنا بس بسمع زمايلنا اللي موجودين وكل اللي حاضرين معانا، ده ليه إحنا كنا مستعجلين؟ لان احنا كنا متصورين ومقدرين كويس ان ده كل انجاز هنخلصه هو توفير في الوقت والجهد والمال. كمان لو ما كناش بدأنا احتمال ما كناش نبدأ خالص، لان حصل في الفترة دي تغيرات سريعة، فالمشروع اللي كان هيتكلف جنيه كان ممكن يتكلف 3 و4 جنيه لو كنا تأخرنا في البدء. فإحنا بدأنا في وقت قياسي علشان ننجز هذا المشروع، التكلفة بتاعته كمان تعتبر تكلفة اقتصادية مقارنة بلو كنا تأخرنا. لقب الكبر المنجم الذي يطلق على محور رود الفرج يعود إلى أن بلاطة الكبر أعلى النيل تحملها كبلات ضخمة، وينقسم الكبر إلى 3 أجزاء: كبر النيل الشرقي المعلق الذي تم تنفيذه على عمودين بارتفاع 94 متراً، وكبر النيل الشرقي
الذي يعد من أكبر الكبار المعلقة عرضا في العالم، والجزء الثاني كوبري النيل الغربي الذي تم إنشاؤه بنظام العربات المتحركة. ومن بين الأرقام الهامة أيضا أن الكوبري يضم 6 حارات في الاتجاهين، وأنه يتحمل أوزانا تصل إلى 120 طن، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل يصل عرضها إلى 300 متر. كوبري تحيا مصر هو أكبر كوبري ملجم على مستوى العالم، باتساع يصل إلى 67.3 متر. كان الرقم القياسي مسجل في كوبري لكوبري في كندا بعرض 62.2 متر، فهذا الاتساع اللي حققه كوبري تحيا مصر تجاوز الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس. تحديات وصعاب كبيرة تحطمت على صخرة العمل، فحولت أحلام المصريين في انتهاء معاناتهم مع الازدحام المروري بين شرق القاهرة وغربها إلى واقع لم يكن ليصدقه أحد لولا أن كل مواطن يستطيع أن يعيشه الآن. تعالى ها، خدت وقت قد ايه؟ 90 دقيقة وحياتك، نص الوقت ونص الجهد ونص البنزين. شفت الكوبري؟ جميل جدا، عايز اقول لك الناس عماله تصور عليه ومنظر تحفة. ولم يكن حلم التخلص من الازدحام المروري واختصار الوقت والجهد بمعزل عن براعة التنفيذ وجمال التصميم، فرسمت ايادي العمال المصريين المحور والكوبري كلوحة فنية ابهرت الاعين والعقول. ياه، انا لما هكبر هعمل كوبري، بس مش عارفة هسميه ايه. هو الكوبري ده اسمه ايه؟ تحيا مصر يا حبيبي. هسميه تحيا مصر. تحيا مصر ليس مجرد كوبري او طريق، بل حلم تحقق بايادي العمال والمهندسين وعزيمتهم، شعار حملوه في قلوبهم وناقشوه بسواعدهم، وفي زمن قلت فيه المعجزات أنجزوه وشيدوه وقدموه من مصر إلى العالم معجزة فوق النيل. تحياتي لحضراتكم من جديد. فقرتنا الحوارية اللي طبعا بتتناول قضية إنسانية واجتماعية في المقام الأول، هنستكمل الحديث عن اللاجئين من زوايا إنسانية أخرى. طبعا خلفت الصراعات المسلحة والأزمات السياسية المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط مئات الألاف من اللاجئين الذين يعانون تحت وطأة الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة. طبعا كيف يمكن تحسين تلك الظروف، وما هو الدور المنوط بالمنظمات الدولية لتحسين هذه الأوضاع؟ مزيد من النقاش حول تلك القضية يسعدنا استضافة الأستاذ سعيد حافظ الخبير الحقوقي. أستاذ سعيد، تحية لحضرتك في البداية. دايما أما نيجي نتكلم عن اللاجئين أو النازحين لازم سؤال كده نبسط المعلومات ونوضح الفرق ما بين النازح واللاجئ. تمام، باختصار شديد يعني من غير فلسفة، اللاجئ هو اللي بيتخطى حدود بلده إلى دولة أخرى، يعني يتجاوز حدود دولته إلى دولة أخرى، ده اللي اعتبره لاجئ بصرف النظر على الأسباب التي دفعته إلى اللجوء. ممكن يبقى نزاع مسلح، ممكن يبقى كوارث طبيعية، ممكن يبقى اضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين إلى آخره. النازح بيبقى بينزح داخل بلده، داخل حدود بلده، من منطقة إلى منطقة أيضا لأسباب مختلفة. ممكن يبقى فيه صراع مسلح، ممكن يبقى فيه أعمال عنف، ممكن يبقى فيه اضطهاد لفئة أو مجموعة معينة، ولكن النازح يظل داخل حدود بلده. اللاجئ هو الذي يتجاوز حدود بلده إلى دولة أخرى. عدد اللاجئين في المنطقة العربية وصل بشكل؟ لا، احنا عندنا أعداد كبيرة، احنا عندنا تقريبا ما يقارب 12 مليون في الدول العربية، وعندنا في أفريقيا أيضا حوالي 14 مليون لاجئ ونازح برضو لأسباب مختلفة. في بعض الدول طبعا بتتميز بأنها دولة يعني تصدر اللاجئين لأسباب الفترة الأخيرة، مثلا في اليمن بسبب الصراعات اللي موجودة هناك وسيطرة الحوثيين بدعم من إيران على السلطة في 2014، ده خلف نازحين وخلف لاجئين. في ليبيا أيضا منذ عام 2011 منذ التدخل الدولي في الأراضي الليبية أيضا خلفت نازحين
يعني عندنا نازحين مثلا قبيلة تورغاء داخل ليبيا، دي موجودة داخل الحدود الليبية في مخيمات بسبب بعض التدخلات المدعومة من قطر أيضا وإيران. وعندنا في دول عربية أخرى، ولكن الظاهرة الأكبر طبعا موجودة في أفريقيا، لأن هناك أسباب مختلفة، في صراعات مسلحة وفي نزاعات وفي كوارث طبيعية وفي أسباب أخرى. فإحنا عندنا ما يقرب من حاجة وعشرين مليون لاجئ على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط. طيب الوضع الأصعب إنسانيا واجتماعيا بيكون للنازح ولا اللاجئ، ولا على حسب الدولة وأوضاع الدولة فبتختلف الأمور؟ هي بتختلف طبعا. يعني في مشكلات تهدد النازح أكتر منها ما تهدد اللاجئ. في بعض الدول الإفريقية في نازحين بيعيشوا حياة صعبة وقاسية جدا في مناطق لا يتمتع فيها النازح بالحدود الدنيا من التعليم، السكن، الصحة إلى آخره، الوسائل التي تساعده على الحياة. وفي أيضا اللاجئين في بعض الدول أيضا يعاني، ده يتوقف على حسب الدولة التي لجأ إليها الشخص. في دول ما عندنا مصر مثلا باعتراف العالم كله أن تقدم مساعدات مباشرة وحقيقية للاجئين. أولا فيما يتعلق هي مشكلة اللاجئ في إيه؟ في اندماجه في المجتمع الذي لجأ إليه. فأنت عندك في مصر في حتى لا يتعامل بدرجة عاشرة، يعني طبعا مش درجة تانية، اللي هي المساواة في الحقوق والواجبات، شأنه شأن المواطن. يعني هتلاقي اللاجئين في مصر من مختلف الدول سواء الإفريقية أو العربية يتعلموا في المدارس المصرية، تشملهم الرعاية الصحية. يعني لما نيجي نعمل حملة للشعب المصري يدخل فيها اللاجئ، يقدر يمارس عمله هنا بدون تمييز. حملة 100 مليون صحة مثلا في التعليم، في التجارة، في إلى آخره. وفي دول أيضا اللاجئ يتمتع فيها بمرتبة متدنية. يعني أنت عندك لاجئين في تركيا مثلا على الحدود السورية التركية لا يتمتعوا بالحقوق الدنيا فيما يتعلق باندماج اللاجئ أو اعتباره مواطن المواطن الترك. فده يتوقف على حسب الدولة التي يلجأ إليها الشخص. طيب كيف تقيم دور المؤسسات الدولية في التعامل مع اللاجئين كمنظور إنساني في المقام الأول؟ طبعا. قبل أن نتحدث عن يعني خلافات سياسية أو يعني نتائج سلبية اقتصادية فبالتالي أدت لي تفاقم الأوضاع بالنسبة للاجئين، لكن أنا بتكلم في التعامل الإنساني مع اللاجئين من قبل المؤسسات الدولية، أخبارها هو بالضبط زي ما هيك بتقولي، هي قضية اللاجئين هي قضية إنسانية في المقام الأول. قضية إنسانية لأنها بتمس حقوق شخص يعني أجبر لأسباب مختلفة على إما النزوح أو مغادرة يا إما موطنه أو قريته أو بلده إلى بلد أخرى أو داخل حدود البلد. فهي قضية إنسانية، عشان كده يمكن الاهتمام القانون الدولي الإنساني بقضية اللاجئين قبل حتى الاتفاقيات ذات صلة مباشرة باللاجئين. يعني اتفاقية جنيف مثلا في الأربعينات نظمت، في اتفاقية جنيف الرابعة ضمنت حقوق اللاجئين الذين لجأوا قسرا إلى دولة أخرى لأسباب مختلفة وحمايتهم. ممكن يبقى هو لجأ إلى دولة وهذه الدولة أيضا فيها صراعات مسلحة، فالقانون الدولي متمثل في اتفاقية جنيف القانون الدولي الإنساني ضمن حقوق اللاجئين. وعندنا اتفاقية مثلا 1951 في اتفاقية دولية صادرة من الأمم المتحدة خاصة بضمان حقوق اللاجئين. وعندنا أيضا اتفاقيات دولية مثلا زي اتفاقية كامبالا اللي أصدرها الاتحاد الأفريقي في 2009 ومطبقة من 2012. ففي اتفاقيات إقليمية وفي اتفاقيات دولية. أهمية الاتفاقيات إيه؟ أن كل اتفاقية تصدر إما من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي أو المؤسسات الإقليمية يجب أن تكون هناك جهة لمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. صحيح. فأنت عندك الاتحاد الأفريقي لديه جهة، الأمم المتحدة لديها جهة اللي هي مفوضية شؤون اللاجئين، عندنا المنظمة الدولية للهجرة، عندنا مراكز لرصد النازحين واللاجئين في أفريقيا. فدور المؤسسات الإقليمية هو مراقبة مدى تمتع اللاجئين بحقوقهم اللي وجدت في الاتفاقية. طبعا أنا ما أقدرش أقول إنها نجحت نجاحا باهرا، وما أقدرش أقول إنها فشلت فشلا ذريعا، لأنه الأعداد تتزايد، الصراعات تتزايد. انت بتتكلم عن 25 مليون لاجئ، ماذا ستفعل مؤسسة إقليمية؟ لكن على الأقل هذه المؤسسات توفر أو تسعى لتوفير الحد الأدنى لهؤلاء اللاجئين. لكن ده مش بيتوقف بس على حماية دولية في القانون أو مراقبة من قبل مؤسسات دولية، أيضا بين قوسين كده التمويل والدعم المباشر للدول التي تستضيف اللاجئين هو ده جوهر القضية. هذه بقى يعني نقطة متصلة بسؤالي التالي لحضرتك دلوقتي. ليه في برامج معينة للمساعدات
والمنح الجنسية الجنسية نفسها لبعض اللاجئين عن لاجئين غيرهم، يعني عدم المساواة تمام ما بين لاجئين ولاجئين تانيين. كويس، ده سببه ايه؟ برافو. ليه بقى؟ لانه هناك بعض الدول التي تستخدم قضية اللاجئين استخدام سياسي، بمعنى انها تسعى من خلال استضافة بعض اللاجئين الى الحصول على مكاسب سياسية من المؤسسات الدولية بين قوسين ايضا المانحة. يعني مثلا نضرب مثل، يعني ما فيش حرج، يعني مثلا مصر تستضيف 5 مليون لاجئ. منذ متى مصر قالت انا مش لن اقدم مساعدات في التعليم او الصحة الا لما احصل على تمويل؟ لم يحدث، وده بشهادة المؤسسات الدولية، مش انا اللي بقول كده يعني. طيب، لان مصر تتعامل معهم بمنظور انساني في المقام الاول كمان، مش تعامل براجماتي نفعي مادي. لا، خلينا نقول لحضرتك كمان اهم من كده، معلش، انه مصر من اقدم الدول التي تستضيف لاجئين. سنة 1915 استضافت مصر الأرمن بعد المذابح التي قامت بها السلطات التركية في ذلك الوقت سنة 1915. صحيح. و1948 بعد الحرب العربية الإسرائيلية استضافت مصر اللاجئين الفلسطينيين، و1967 وفي الثمانينات في الأحداث اللي شهدتها الحرب الأهلية في بعض الدول الإفريقية مصر كانت في مقدمة الدول. فمصر لديها تاريخ طويل، شوف من 1915 أهو عمر مصر ما ربطت هذه المساعدات وهذه الاستضافات بالحصول إما على مكاسب سياسية أو على تمويل. لكن مثلا تركيا طول الوقت احنا بنسمع وحضرتك بتسمع وكل الناس بتسمع تركيا تضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مكاسب سياسية، إما ضمها للاتحاد الأوروبي أو مساعدتها في تصدير كذا أو مساعدتها في كذا. ففي بعض الدول تسيس قضية اللاجئين، يعني تستضيف لاجئين من أجل استخدامها استخدام سياسي لصالح مصلحة الدولة على حساب اللاجئين. فعشان كده بعض المؤسسات الدولية ليست جميعها مستقلة طبعا، تخضع لتوازنات قوى دولية، تخضع لبعض هذه الابتزازات، فتلاقي وسهل جدا الناس تخش على مواقع البحث وتقول كم حصلت تركيا على دعم خاص باستضافات اللاجئين السوريين، وتشوف كم حصلت مصر. لو تعملي مقارنة على الأعداد الكبيرة مقارنة بما تستضيف تركيا، هتلاقي أن تركيا حصلت على ملايين اليوروهات والدولارات في مقابل تقديم مساعدات للاجئين، في حين أن مصر لم تحصل على عشر هذا المبلغ. فده سبب الرد المباشر على سؤال حضرتك، هو أن الدول بعض الدول التي تستضيف اللاجئين تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية. احنا بنعيش انتخابات في الاتحاد الاوروبي، يعني الانتخابات التاسعة للاتحاد الاوروبي، وطبعا في تخوفات كتيرة جدا من تصاعد اليمين المتطرف في الشارع الاوروبي بشكل كبير. طيب، هو التخوفات دي ليه حصلت، او ليه اليمين المتطرف تصاعد بشكل كبير جدا؟ بسبب حاجتين، بسبب قضية الهجرة وقضية اللاجئين. فبالتالي في دول واخدة قرار انها هتتوقف عن يعني قضية اللاجئين أو استضافة اللاجئين في بلادها بشكل أو بآخر. إزاي القرار ده ممكن يأثر بشكل سلبي على وضع اللاجئين؟ مش إن هو يستقبلوا لاجئين، يعني خلاص ماشي القرار ده لو اتاخد تمام، لكن اللي هناك الأوضاع اللي موجودة هناك لبعض الدول الموجودة أو بيتعايش فيها أو تأقلموا بشكل كبير جدا بعض اللاجئين من الدول المختلفة. في مرحلة ما يعني اللاجئ يعني يظل سنوات حتى يستطيع أن يحصل على يعني بنسميه إيه، بنسموه يعني بطاقة اللجوء الإنساني، أن الدولة تعترف به أنه لاجئ إنسانيا وتساعده في إما إعانة بطالة أو إيجاد فرصة عمل لمساعدته وأسرته. لكن السنوات الأخيرة أظهرت بعض الأحداث أو تعالت بعض الأصوات التي رأت في أن استضافة المجتمعات وخاصة الأوروبية للاجئين أثرت بالسلب على منظومة الثقافة والقيم والعادات والتقاليد، التي يعني ما نقدرش ننكر أن الدول الأوروبية نضت كتير قوي حتى تصل إلى مرحلة من الثقافة ومن التعامل المدني مع قضايا. فصعود اليمين المتطرف سيؤدي في النهاية إلى أنه يعني سيتراجع التسامح من قبل المجتمع الأوروبي إذا استضافة اللاجئين، مش بس استضافة لاجئين جدد، لأنه أوريدي هو في تعقيدات يعني بقالها يمكن سنة وشوية فيما يتعلق بمنح خاصة أن لو نظرنا من وجهة نظر أخرى أو من زاوية أخرى،
في منفعة اقتصادية واجتماعية جدا من الدول اللي بتستضيف اللاجئين بشكل أو بآخر. إذا يعني ألمانيا مثلا يعني في منفعة كبيرة جدا للاجئين، كذلك أي دولة أوروبية استضافت اللاجئين بشكل أو بآخر. لكن من ناحية تانية في زوايا أو سلبيات طبعا لاستضافة أو قضايا الهجرة بشكل عام واللاجئين. زي ما قلنا في بداية كلامنا أن مشكلة جوهر قضية اللاجئين هو قدرتهم على الاندماج في المجتمع الذي يلجؤون إليه. الاندماج بمعنى الاندماج الثقافي والإيمان بالعادات والتقاليد إلى آخره. فأنا رأيي أنه في تراجع أو في تسامح المجتمع الأوروبي إزاء استضافة اللاجئين بصرف النظر الأفارقة عرب إلى آخره، لكن في النهاية في تراجع في التسامح. ده المفروض أنه كان يؤدي إلى أنه المجتمع الدولي يبذل جهدا أكبر في أنه مثلا دول زي مصر ودول أخرى تستضيف لاجئين، والأردن أيضا فيها لاجئين وفي دول عربية بتستضيف لاجئين، أنه هو أصلي مش بس مساعدة هذه الدول في تقديم خدمات حقيقية للاجئين، لا، أنه كيفية القضاء أصلا من الأساس على أسباب ظاهرة اللجوء. ودي ما هي أسباب ظاهرة اللجوء دي يعني مرتبطة بالأوضاع السياسية التي لا تنتهي والأوضاع الأمنية والعسكرية الموجودة في بلد الوطن أو البلد بس الأم. المجتمع الدولي اللي عاوز يلعب دور يلعب دور، لأن ما أقول لحضرتك أنه مثلا قطر وتركيا وإيران لعبت دور في التدخل في سيادات بعض الدول وأدت إلى إزكاء الصراعات الأهلية بين المواطنين في بعض الدول أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين، ده يساوي في المقابل أن المجتمع الدولي يقدر يمنع تدخلات بعض القوى الإقليمية أو هذه الدول في سيادات بعض الدول عشان حتى يقلل من أعداد. أنا لما أقول لحضرتك أنه قطر حتى هذه اللحظة تمد بعض الميليشيات المتواجدة في ليبيا بالأسلحة والمعدات الثقيلة، وزي تركيا وزي ما كل الناس شافت المعدات اللي بترسل حتى هذه اللحظة، مش ده بيؤدي في النهاية هذا الصراع بيخلف لاجئين؟ طب المجتمع الدولي لماذا يقف صامتا إذا تدخل بعض الدول اللي هي هذا التدخل؟ طب هو الصمت ده اعتباطي ولا مقصود بشكل؟ لا مقصود طبعا. ليه بقى؟ مقصود لمصالح مختلفة. يعني أقول لحضرتك يعني إيه الاستفادة المباشرة من زيادة عدد اللاجئين في العالم؟ هو زيادة عدد اللاجئين هو نتيجة أو تداعي لما يحدث من مصالح سياسية لبعض. مثلا أنا أقول لحضرتك يعني مثلا لما نقول إن ليبيا تضم أكبر حقول الغاز مثلا في المنطقة، طيب لو الأمور استقرت في ليبيا الدول المصدرة للغاز ستتعرض مصالحها للخطر مثلا قطر وتركيا، لكن وجود هذا الصراع يحافظ على الوضع المتميز لتركيا وقطر فيما يتعلق بسيطرتها على مصادر الغاز مثلا. يعني في مصالح سياسية للدول هو ما هو لا يعني في النهاية تخلف دمار ولا تخلف حرب، هو يعني مصلحته الاقتصادية. ما في ما هي برضو قطر وتركيا ما بتتدخلش في ليبيا اعتباطا، هي لديها مصالح تحاول الحفاظ على هذا الوضع. يعني هي ريتها ليبيا بس، يعني منتشرة في الكثير من دول المنطقة و و و و ومصالح إيران في اليمن وسعيها لمواجهة المملكة العربية السعودية من خلال تواجدها في اليمن، دي مصلحتها السياسية. طيب إذا يعني احنا جبنا سيرة اليمن وهنتكلم على النازحين اللي موجودين في اليمن، اللي احنا قلنا ووضحنا في بداية الفقرة ان النازح هو اللي ما انتقلش لبره بلده، داخل حدود دولة. هو احنا بنتكلم في داخل حدود بلده، زي كده مثلا عندنا في مصر ما ننتقل من محافظة لأخرى. تمام. فكده يعني لو لا قدر الله في احداث مثلا غير مستقرة فاحنا بنتكلم نزوح. تمام. من محافظة لأخرى. طيب عدم دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين داخل حدود اليمن بشكل واضح وصريح، وانتشار وباء الكوليرا والأمراض والحقوق الآدمية مش موجودة للمواطن اليمن. تمام. ده تفسيره إيه؟ حتى لو كانت مصالح سياسية ومصالح اقتصادية احنا بنتكلم في كده، لكن فكرة ان انت تقضي على يعني أدنى الحقوق الواجبة لأي إنسان ده تفسيره إيه؟ تفسيره هرجع لحضرتك تاني أن المجتمع الدولي لا زال لا يتدخل التدخل الإنساني الطبيعي والمباشر لحماية شعب موجود. ما هو أنا في النهاية بس ليه اليمن تحديدا؟ يعني إحنا بنشوف معاناة وصعوبات كتيرة جدا، وفي كتير جدا من الدول العربية في معاناة إنسانية، لكن المعاناة الإنسانية القاسية قوي دايما بنشوفها في اليمن. يعني طبعا هو الموضوع طبعا يعني معقد جدا،
لكن في النهاية الجهة التي تدير للحوثيين يعني تدير بعض المناطق في اليمن تمنع وصول المواد الإنسانية إلى الشعب اليمني. مش بس كده، هذه القوى اللي هم الحوثيين الميليشيات الحوثية تقوم بهدم المدارس والمستشفيات، هي تنتقم من الشعب، هي ترسل المساعدات وتضمن الحياة الكريمة للمواطنين الذين ينتمون أو يؤمنون بسيطرة الحوثيين على الأمور في اليمن. لكن هي اليمن جزء من صراع كبير قوي، صراع دولي كبير قوي، حضرتك طبعا عارفة يعني في قوى إقليمية كتيرة في الموضوع. يمكن تحالف دعم الشرعية يحاول بقدر الإمكان أنه يعيد بناء، وفي جهود لإعادة بناء هذه المستشفيات وإيصال المساعدات الإنسانية، لكن إيران ومن يساعدها يمنع وصول هذه المواد إلى. وأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مش بس كده، طب ما أنت عندك مدينة اسمها صعدة في اليمن بقى لها 4 سنين محاصرة من كل الجوانب، 4 سنين مدينة محاصرة. ففي المجتمع الدولي لا يتدخل تدخل مباشر ولا يريد الاستقرار في بعض الدول، هو خاصة ان احنا اكدنا ان هذا السكوت هو ليس اعتباطي ولكن هو مقصود يعبر عن مصالح مباشرة او غير مباشرة لبعض القوى الدولية طبعا، واستغلال طبعا. يعني هذه العصا الانسانية مع الاسف في الوطن العربي والكثير من دول العالم ايضا، ليس مقتصر فقط على الوطن العربي. استاذ سعيد حافظ الخبير الحقي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والمعلومات الخاصه بقضيه اللاجئين والنازحين في المنطقه، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي عبد الرحمن، الى اللقاء.